الطابق الأول تبلغ مساحة الطابق الأول 1400 متر مربع، أما المساحة الأكبر فهي لصحن المسجد والذي تبلغ مساحته 1150 متر مربع، حيث يتسع ل2000 من المصلين. ومن المتوقع أن يتسع هذا الطابق لأداء صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، عقد الدورات الشرعية والتربوية، وكذلك إقامة المناسبات الدينية والجهادية المختلفة. يتوسط المسجد من الناحية الأمامية محراب الصلاة، والذي يقف فيه الإمام ليخطب بالناس ويؤمهم. وهذا المحراب يشبه إلى حد كبير محراب مسجد الاستقلال في جاكرتا بإندونيسيا. وللعلم فقد تم إعداد إفطار للصائمين في هذا المكان بتمويل كبير من إخواننا في المتبرعين من الشعب الإندونيسي العظيم.